معنى آيات فيذرها قاعا صفصفا. إن سورة طه كباقي السور المكية تبحث عن نفس الأهداف الدعوة، وهي تركيز أصول الدين في النفوس كالتوحيد والنبوة وقيام الساعة. ويبحث الكثير من المسلمين عن معاني آية سورة طه، وخاصة معنى آيات فيذرها قاعا صفصفا وتفسيرات العلماء لها وما تشتمل عليه من فوائد عظيمة. إن معنى آية فيذرها قاعا صفصفا أي فيترك الأرض حينئذ منبسطة مستوية ملساء لا نبات فيها، لا يرى الناظر إليها من استوائها ميلا ولا ارتفاعا ولا انخفاضا. جاء في الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي في قول الله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، أي أنهم يستفسرون منك عن مصير الجبال يوم القيامة، أي إن الله تعالى يجعلها كالهباء المنثور وكأنها لم تكن حتى تصبح الأرض كلها منبسطة. أما قوله تعالى: فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمة، أي فيتركها مكانا مستويا لا تشاهد فيها انخفاضا ولا ارتفاعا. أما في تفسير البغوي معالم التنزيل قال الله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، يقصد بالنسف أي القلع، أي يقتلعها من أصلها وتصبح هباء منثورا، أي لا وجود لها. أما قوله تعالى: فيذرها قاعا صفصفا، أي يترك أماكن الجبال من الأرض أرضا مستوية ملساء لا ارتفاع فيها ولا نبات، ويقصد بالقاع ما استوى من الأرض، والصفصف هو الأرض الملساء. أما قوله تعالى: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، قال مجاهد: لا ترى فيها انخفاضا ولا ارتفاعا، ويعني بالعوج هو ما انخفض من الأرض، والأمت هو ما ارتفع من الأرض، أي يتساوى سطح الأرض فلا يبقى فيها واديا ولا رابية ولا تشاهد فيها صدعا أبدا.